فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال: وقال إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا، الراوي معاوية رضي الله عنه قال: والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. نعم، بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السبب الذي من أجله تفرق الناس في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. هل السبب خفاء الحق؟ لا والله، الحق واضح. نعم، ولكن السبب اتباع الهوى، فإن كثيرا من الناس لا يريد الحق وإنما يريد هواه، فلذلك تفرقوا بسبب اتباع أهوائهم. ولهذا قال جل وعلا: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال: فإن لم يستجيبوا لك فإنما فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالحق واضح، ولم يكن تركهم له عن جهل، فإنما تركوه لأنه يخالف أهواءهم وهم يريدون أهواءهم، والأهواء لا تنتهي، كل له هوى، فلذلك لا يجتمعون، كل يختلف هواه عن هوى غيره. نعم، كل يريد أن يحقق رغبته، فلذلك تفرقوا ولا يرجعون أيضا والعياذ بالله، لأن صاحب الهوى لا يرجع مهما فعلت معه من بيان الأدلة، لا يرجع لأنه لا يريد الأدلة وإنما يريد هواه. هذا هو السبب في التفرق، هو اتباع الأهواء. أما من ترك الحق عن جهل ثم بين له وعاد، فهذا لا يذم بل يمدح. أو تركه عن اجتهاد، ظن أنه على حق واجتهد في طلب الحق ولم يوفق له، لكن لو تبين له الحق لرجع إليه، هذا أيضا لا يذم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا كان الاختلاف ليس عن هوى وإنما هو عن جهل أو عن اجتهاد طلب الحق ولم يصبه، فهذا لا يذم، لكن الذي يذم هو الاختلاف من أجل اتباع الهوى. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الهوى مرض كمرض الكلب، والكلب هو الذي المرض الذي ينشأ عن عضة الكلب، عن عضة الكلب، لأن فيه من الكلاب من يصاب بداء، فإذا عض أحدا أصابه هذا الداء وانتقل إليه ثم فتك به إلى أن يموت، يسميه العوام المغلوث. نعم، الغلاث المغلوث، أو يسمونه السعار. فالهوى والعياذ بالله يشبه داء الكلب الذي يصيب الكلاب وتعض الناس فتقتلهم أو تمرضهم مرضا شديدا. وهذا فيه التحذير من الهوى، ويتجارى ما يترك عرق من الجسم لا دخله. فكذلك الهوى والعياذ بالله يتخلل في الإنسان كما يتخلل داء الكلب، وهذا شيء مشاهد. فأصحاب الأهواء تجدهم دائما في صراع وفي عراك فيما بينهم، وإذا بين لهم الحق أبغض ما يسمعون كلمة قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، فإن أبغض ما يسمعون هذا، لأنه يخالف أهواءهم. والله جل وعلا يقول في عباد الأصنام: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا وافق ذلك أهواءهم استبشروا وفرحوا، وإذا خالف أهواءهم اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وهذا مثال لأهل الضلال الآن، فإنهم لا يريدون سماع قال الله وقال رسوله، وإنما يرغبون في قال فلان وفلان من أئمتهم أو قادتهم.